النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. انطلقت أعمال المؤتمر السنوي تجربة العميل في نسخته التاسعة تحت عنوان الارتقاء بتجربة العميل، تحويل الزبائن إلى عملاء داعمين. جاء ذلك بحضور سعادة الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، ومشاركة من الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث الاتجاهات في تحسين تجربة العميل بمختلف القطاعات الخدمية والصناعية. ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة، ومن أبرز القضايا تحسين العلاقة بين المؤسسات والعملاء عبر مختلف القطاعات، مع استعراض تجارب ناجحة من مؤسسات بحرينية مثل وزارة الصناعة والتجارة وبنك البحرين الإسلامي وبنك السلام والبنك الأهلي وشركة جي آي جي وغيرها. كما ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية وورش مكثفة تهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين، مما يوفر فرصة فريدة لتحسين وتطوير استراتيجيات تجربة العميل في مختلف المؤسسات. هذا ويمثل المؤتمر خطوة محورية نحو تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة رائدة في تقديم خدمات متميزة للعملاء وجاذبة للسياحة. أعلن معهد ريبوت للبرمجة ورينكود توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية على هامش معرض جايتكس العالمي بمدينة دبي، ويشكل هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفق هذه الشراكة سوف يتم إطلاق برنامج تدريبي للتوظيف مصمم خصيصا لخريجي معهد ريبوت للبرمجة، حيث ستتاح الفرصة للطلاب للعمل بدوام جزئي في مشاريع حقيقية لشركات اسكندنافية من خلال مركز المواهب التابع لشركة رينكود، مع الحصول على راتب تدريبي يبلغ 400 دينار بحريني شهريا. وسيتم تحويل المرشحين إلى الدوام الكامل بعد تخرجهم، حيث تستهدف رينكود توظيف 80 مطورا من معهد ريبوت للبرمجة في نهاية عام 2025 و250 مطورا في نهاية عام 2028. ومن المتوقع أن تبلغ رواتب خريجي برنامج ريبوت بما في ذلك الخريجين الجدد ما يزيد عن 1000 دينار بحريني بعد انضمامهم إلى شركة رينكود. والآن نترككم مع دال الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينضم معي عبر الهاتف من دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ عمر مانع العتيبة، رئيس تطوير الأعمال في شركة تريدرز هاب. أرحب بك في النشرة الاقتصادية. وأستاذ، يعني في ظل التحولات العالمية المتسارعة، كيف تسعى الدول الخليجية إلى تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، وما هي الحوافز التي تقدمها لجذب المستثمرين الدوليين؟ شكرا على السؤال. مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي، دول الخليج تعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير قوانين تسهل دخول المستثمرين الأجانب وتبسط الإجراءات التنظيمية. أحد الخطوات المهمة هو تحديث أنظمة الملكية الأجنبية التي صار بالإمكان بموجبها تملك الشركات الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات استراتيجية معينة. تقدم دول الخليج العديد من الحوافز للمستثمرين الدوليين، منها الإعفاءات الضريبية التي تجعل الاستثمار في المنطقة خيارا مجديا اقتصاديا، والبنية التحتية المتطورة اللي استثمرت فيها بشكل ضخم لتوفير مطارات موانئ ومناطق صناعية عالمية المستوى. أيضا هناك الدعم الحكومي اللي يشمل تمويلات بأسعار فائدة منخفضة وحوافز مادية لدعم المشاريع الناشئة. وبالإضافة لذلك، قدمت بعض الدول تأشيرات طويلة الأمد مثل التأشيرات الذهبية لتسمح للمستثمرين بالإقامة لفترات أطول وتأسيس ومتابعة أعمالهم.
على صعيد آخر دول الخليج تستثمر بشكل كبير في التكنولوجيا والابتكار وتوفر بيئات مشجعة للشركات التقنية والشركات الناشئة. وأخيرا دخلت في اتفاقيات دولية تعزز التجارة والاستثمار مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وبالتالي من خلال هذه الحوافز والتسهيلات تستهدف دول الخليج جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤاها المستقبلية وتنويع اقتصاداتها مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين. بالتأكيد الأستاذ عمر مانع الاعتبار رئيس تطوير الأعمال في شركة تريدرز هاب، كنت معي من الإمارات، شكرا جزيلا لك. شهد التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين ودول الشمال الأوروبي توسعا في السنوات الأخيرة وفق ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة، فقد بلغ حجم التجارة بين الصين وفنلندا والنرويج وأيسلندا والسويد والدنمارك 35 مليارا و440 مليون دولار، بزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. وتعتمد التجارة بين الطرفين على المنتجات عالية القيمة المضافة مثل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصال والمستحضرات الصيدلانية والسفن والسيارات وقطع غيارها. هذا وسيعقد منتدى التعاون الاقتصادي التجاري بين الصين ودول الشمال الأوروبي لعام 2024 خلال الأسبوع الجاري في الصين.